السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة ميكرو الطنجاوي. خاين معايا صفيق في الصباح وما تجبرش الانترنت، كيفاش غدوز النهار ديالك؟ ميمكنش تجين كاسا باراتا وما تجيش عند الاخ ديالنا سفيان، واحسن سفيان في العالم. خاين سفيان كنت ناعس وفيقتي في الصباح وما جبرتيش الكونيكسيون. حفيظ الله السلام، فلوس اللي في البنك بعدا ما نزيدوش عاد نشوفوهم، صافي السيستيم واقف. هي مخبعة بزاف. وا سينار بيني وبينك داك الشيء كونيكسيون دابا يا كلشي اخا، بلا كونيكسيون ما كاين والو، بلا كونيكسيون سينا ما كنتيش تكون واقف هنايا وكتسجل. حتى كونيكسيون هي اللي طالع عليها العالم دابا. فهمتيني الله يصفيان طلع واعر دابا، كنحتاجها دائما في الصباح في العشيه بالليل، المهم في اي ساعه تقدر تحتاج كونيكسيون. راه الا مشات راه مصيبه، فهمتي؟ نص كبير دابا حاليا خدام بكونيكسيون، لا ما كانش عنده كونيكسيون راه ديجا كنعرف شي ناس خدامين بالانترنيت، يعني ديك كونيكسيون بها بنادم كيدي يقوس اليومي ديالو، ما ياكل ما يشرب. كاين الناس كنعرفهم عايشين عائله مور كونيكسيون، يعني مياس ديرو سينا كونيكسيون اخرج نزان قيسه صافي، يعني بلا ويفي ما كاين حتى شي حاجه اخرى. يعني الويفي هو كلشي. هذه هي الهضره اش داير؟ ديما خايب راه صحيح. يعني كونيكسيون هو اللي كيفوت كاف اخر شيء. كصبرات احلى كصبرات احلى كصبرات من العالم. خي يحيى تبارك الله عليك. الله يرحم بابك اخي ابراهيم. خي يحيى كنت ناعس وفيقتي في الصباح ما جبرتيش الكونيكسيون، شنو وقع لك؟ عادي اخي ابراهيم. عندك شي مشكل؟ ما كاينش غرام من مشكل. فيسبوك انستغرام من عز خالي. ما اصلا ما كنحتاجوش شي بزاف. اش تعمر الوقت ديالك ولا مشى الكونيكسيون؟ لا الوقت ديالي كيتعمر في الخدمه. حيد الدار وسالم ما كاين حتى شي حاجه. مع العشران الخدمه. العشران الدار الخدمه. خي هشام تبارك الله. الله يكبر بك الله ينورك اخي. خي هشام كنت ناعس وفي الصباح فيقتي وما جبرتيش الكونيكسيون، شنو وقع لك؟ اش وقع لا بقى حي عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه اصلا. يعني ما حتاجش الانستغرام لا فيسبوك سينا لا عادي عادي موالف ديجا تنمسحهم كذا، بالعكس تحس بالراحه، يعني ماشي شي حاجه اللي ضروريه ولا شي لعبه. حتى الا بغيت نمسح شي لعبه تنمسحها في اي وقيته عندي عادي. يعني الا فيقتي في الصباح وما جبرتي شي ما عندكش مشكل؟ ما عنديش غرام، بالعكس تكون شي حاجه اللي احسن كاع، حيت هذاك الشيء فيه بنادم توكسيك كذا، تديك وقتك وطاقتك ما تستافد حتى شي لعبه، اللهم كتجي هذيك ديك الساعه. يعني بحال مشات بحال ما مشاتش. بحال مشات بحال ما مشاتش، عندي بحال انا تنعرف نستعملهم الحمد لله، ما تيخرجوا عليا ما حتى شي حاجه الحمد لله. نوض دابا اذا بلا ويفي بلا حتى شي حاجه. باردي دو لا صعيبه صراحه، رجعوا الثمانينات فهمتيني، بنادم عاد جا صعيبه في الاول، لا كلشي التليفون دابا لا اللي تشوف التليفون في يدو. دابا نهضروا عليك نسين نسينا واش تقدر تعيش بلا تليفون؟ الصراحه التليفون كيونس بزاف. دابا انا التليفون كندخل لو ساعه كن باردي دوز كذا كيتحتاج بزاف. كتفرج فيا الله يا يعني غير الحاجه كتوقع ما كتكملش شي 5 دقائق كيكون كلشي في العالم كامل في راسك. صراحه دابا التكنولوجيا راه تقدمت وكذا والنص كبير راه خدام بالريز. يعني بلا تليفون ما تقدرش تعيش خايبين؟ لا ماشي اريان، انا ماشي ما نقدرش نعيش، انا الا تقطع الريز على كلشي وكذا هيدا رجعت الحاله الطبيعيه القدام كذا غنلقاو شويه الصعوبه فهمتي، لان حنايا ناس جدادين بحال نقول لك. حنايا دابا 2023 الناس ديال 93 التكنولوجيا، حنا طلعنا مع ديك التكنولوجيا باش عاد نرجعوا اللور غنلقاو شويه الصعوبات فهمت. برافو. الصعوبات وبزاف ماشي شويه، لان حنايا اندمجنا مع اي كونيكسيون لما كاينش ولا هذيك راه كتلقى واحد المشكل. الا مشيتين شي موطه ما فيهاش الريزو كترجع بحالك كتجر. كترجع كتجر، سينا كتلاحظ الا مشينا خيمنا شي بلاصه ولا شي حاجه ومشينا شي بلاصه كيكون ما فيهاش الريزو. كيكون ما فيهاش الريزو مثلا، يعني كيفاش كدوز داك النهار؟ كدوز داك النهار بقنطه وكذا، ولا الا بغيتي تهضر مع مولي الدار ولا شي حاجه خصك تطلع تمشي راس شي بلاصه وكذا عاد تشوف بالريزو. كتعذب صراحه. يعني بلا ريزو ما كاينه والو. بلا ريزو ما كاينه والو. السلام عليكم. وعليكم السلام، فين اخي ابراهيم؟ زين اخويا بخير. عندك اخا. جالس مكونيكتي شنو كنتي كتلعب؟ اي كنت كنلعب واحد اللعبه نضيعوا بها الوقت في السالون. اجي نقول لك دابا الا فيقتي من النعاس وجبرتي الريزو ما كاينش، شنو غيوقع لك؟ عادي ما يوقع والو. تقدر تبقى بلا تليفون؟ هاني هانية هاني. معليش شحال تقدر تبقى بلا تليفون بلا ريزو لا والو؟ أجودة واحد السيمانة ولا جوج سيمانة. إذا ضروري التليفون. ضروري خاين معايا فقتي في الصباح وما جبرتيش الكونيكسيون. أخويا حنايا ما خصنيش كونيكسي، تكون على الكونيكسي ديالي طالعة أنايا في هاد البلاد هادي. حيت هاد البلاد هادي إلا ما كانش عندك الكونيكسيون أطلعش يا خي. يعني ضروري منا. ضروري علاش؟ حيتاش باش تنستي يا خي. حنا الحمد لله حتى كتشوف خدامين، ولكن اخي ديالي الكونيكسيون تشد بها كيقلبوها الخاوي. الكونيكسيون علاش مدايرين الناس؟ يبحثوا الناس اللي باغا تقرا، يشوفوا بزاف المواقع اللي مزيانه. اما باش ناخذ كونيكسيون انا اخي الاخ ديالي باش نمشي انايا
نتفرج في افلام ونتفرج في داكشي اللي غير واقعي ما عنديش معاه. داكشي علاش انا قلت لك اخويا ما عنديش مع الكونيكسيون، تكون عندي الكونيكسيون ديالي طالع الله يجعل البركه. الله يسر لك هادشي، حياك الله الغا. وتحيه لاي واحد في هاد البلاد هادي كيخدم على راسه، فهمتيني؟ وتحيه القنيطريين القنيطريين. نسينا الخاوه ديالي قولي. نعم اخا نسينا الريزو ضروري منه. شوف لا الخاوه شوف مشى الطرامبيه ولا الكونيكسيون اللي بنادم اللي كيحتاجها من حقه يديرها، واللي بغى ياخذ الحريه ديالو ويعبر على راسو من حقه، فهمتي؟ كل واحد هذاك اللي كيخسر فلوسو في الخاويه، كاين اللي كيخسرها في الخاويه وكاين اللي كيخسرها في العامره، حيت ان هذاك اللي كيعمل الكونيكسيو كيكون خدام به، فهمتي؟ كيصور طريف ديال الخبز، كاين الاخر اللي ما لا شيء، فهمتي؟ كيدير هذيك الكونيكسيو وكيبدا يبحث في الاخبار الخاويه، فهمت؟ كما شفتوا هذه الاراء الناس في الشارع، وانتينا شنو هو الراي ديالك في هذا الموضوع؟ سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.